وقبل أن أذكر الحجج على هذه الدعوة والعبارة، لأنه كونه تقول للناس إنه ما عندكم حل إلا التوحيد، دي دائرة أدلة من القرآن والسنة. وجزى الله خيرا الشيخ والأخ الكبير شيخ ضحوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياه لما يحب ويرضى. فالتوحيد هو أن يفرد الله بما يختص به، وأن يعطى حقه سبحانه وتعالى. الليلة الناس يا أخواننا متعودين يسمعوا وعارفين إنه الوالد الأب والأم عندهم حق، والجار عنده حق، وقريبك رحمك عنده حق، وإن المسلم السائل عنده حق، وإن البهيمة عندها حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده حق. هل خلق العباد وربهم سبحانه وتعالى عنده حق ولا ما عنده حق؟ عنده حق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد، ده حق الله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. والتوحيد يا أخواننا ثلاثة أقسام بالاستقراء: توحيد في الربوبية، ربنا خلق، ربنا رزق، ربنا ملك، ربنا بيتصرف، ربنا بيحيي، ربنا يميت، ده اسمه توحيد الربوبية. النوع الثاني توحيد الأسماء والصفات، إنه ربنا سبحانه وتعالى هو الملك الحي القيوم الخالق الرازق. النوع الثالث، ركز في الكلام ده لأنه مهم لما بعده إن شاء الله، هو توحيد العبادة، إفراد الله بالعبادة، إنه أي حاجة ربنا أمرك بها في القرآن والسنة وإنت بتتقرب بها لربنا ودائر أجر من الله ما تديها لمخلوق غير الله، ولو كان المخلوق ده نبي أو رسول أو ملك أو ولي أو عالم أو قبر أو قبة أو بيان. ده التوحيد. وربنا ما بيقبل منك العبادة إلا إذا جيت بالتوحيد ده وبعدت من الشرك. قل لك شرك كيف؟ الشرك إنه حق الله اللي اتفقنا عليه قبل تدي لي الله وتدي لي المخلوق. الناس كلها يقول لك يا زول ما في زول بيصلي لغير الله، وما في زول بيصوم لغير الله. طيب دي عبادات صح؟ هل الدعاء عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة، دي تكون لله. هل التوكل قلبك يكون معلق بالخالق عبادة ولا ما عبادة؟ عبادة. العبادة دي تكون حقة ربنا سبحانه وتعالى. الأدلة الكثيرة من القرآن، بل القرآن كله دليل على الموضوع ده، التوحيد، وإنه حل مشاكل الناس في الدنيا وحل مشاكل الناس في الآخرة. ربنا سبحانه وتعالى قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وربنا قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
وربنا سبحانه وتعالى قال قل تعالوا أتلوا أقص ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. لأن ربنا خلقك، ربنا قال وإلهكم، الإله هو المعبود محبة وتعظيما، إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب الدليل شنو على إن المستحق للعبادة هو الله براه؟ ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. شكد ربنا قال إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء أولئك لهم عذاب عظيم. ذلك هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. شكد ربنا قال في سورة الدخان إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله وهو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. البسمع الآيات اللي بتدعو لي حق الله واضحة وبعد دا داري عارض. طب تعارض في الله؟ أنت أقوى من فرعون؟ أنت أقوى من هامان؟ أنت أقوى من عاد وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يعني اللي بيسوي زي سوات. شكد ربنا قال إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهلي الزيت المغلي يغلي في البطون. شكد دائما الزول اللي بتلقاه عنده عقايد خربانة مما يسمع الآيات دي بطنه بتفور
وبيتذكر الحمام الله يكرمك وراسه بجوب كالمهل يغلي في البطون، لأن آيات التوحيد دي رقية لكل مشرك وكل مجرم. ربنا سبحانه وتعالى قال كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. يا مجرم، يا دجال، يا كذاب، يا منحرف، يا اللي بتسمع آيات ربك سبحانه وتعالى وقايل روحك يا الأولك نطفة مذرة وتخرج العذرة وتموت وتلاقي ربك سبحانه وتعالى، انت قال ربك بتغالط في الكريم؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك براه؟ ما في شيء خلق مع الله. ولذلك يا أخواننا الزول اللي بيعرض عن التوحيد الذي هو الحل الوحيد ده بيتورط ورطة كبيرة. وقرأ القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. وربنا سبحانه وتعالى قال إن الذين كفروا ينادون، يعني يوم القيامة، لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. ربنا بيقول لهم مقت الله لكم وغضبه عليكم، وهو أشد الغضب في الآخرة، أو مقت الله لكم وأنتم في الدنيا تدعون إلى التوحيد فتستكبرون أعظم من مقتكم لأنفسكم في نار جهنم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فقال الله سبحانه وتعالى مقت الله لكم وأنتم تدعون إلى التوحيد في الدنيا أشد من مقتكم لأنفسكم وأنتم في نار جهنم. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ في طريقة نمرق من جهنم؟ الجواب ما في طريقة. ليه؟ لأن الذنب بتاعهم يا أخواننا ما معه مرقة من جهنم، لأنه شرك، شرك فوقه وتحسونا، فوقه بشام، فوقه البرعي، فوقه ترعفينا، فوقه التجاني، فوقه الحسن، فوقه البادراب، فوقه رجال العيلفون الأسرع من التلفون، فوقه المكاشفي، فوقه سابقياء، فوق الكباشي، فوق راجل السبت، فوق بشرى، فوق راجل الكريدة. خليهم رقوكم بمرقوك. ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر من ينيب. أخواننا جبير رسلوا مقطع للخنجر 26 دقيقة، قال الجماعة قالوا الخنجر بيقول غير الله بدي بينزل المطر. قال لهم أنا بجيب لكم شديدة، قال لهم دي فتناها، أنا الليلة جايكم بأنه الولي بيحيي الأموات. أنا ما عندي إشكال حتى في إحياء الموتى، يقول لك صلح الخنجر قال الأولي بيد المطر يذلل المطر خليهم، الأولي بيحيوا وبيميتوا وصعبة شوية، والكباشي بيد الجبل،
المطر ده الخريف ما فات وغناله ما مات. المطر دي مسألة بسيطة. واحد هنا بيسوق من درمان ده قال لي أنا الآن والله لقيته هذه وقال لي أنت قلت لي قال لي عليه بالطلاق اللي قدامك ده بدي المطر. نحن ما تقنعنا يا الخنجر أمشي أحيي جدك تقدر تحييه؟ تقدر تحييه؟ أحيي جدك نحن خلينا أمشي أحيي الكباشي الكبير الجد الطواغيت الكبار ديل أحييهم لنا جيبهم لنا في المولد خليه يكونوا قاعدين معاك كويس. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة خليه ينصروك خليه ينفعوك يحيوا شنو؟ والله ما يستطيع ولا شيء لأنه ربنا تحدى الله الذي خلقكم براو يا الخنجر ربنا خلقنا براو خلقت بشر ديل تشد والسماوات والأرض وما فيهن وما عليهن وما بينهما والكون كونه والخلق خلقه والأمر أمره وستحشر يا خنجر إلى الله سبحانه وتعالى وهو بيحفظ القرآن وعامل فوق أستاذ تفسير لكن اتخذ القرآن وراءه ظهريا وربنا سبحانه وتعالى بيسألك ربنا عز وجل بيقول لك أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنت يا صوفي وشيوخك أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أنت يا صوفي براو قال الكلام ده في نفس الفيديو الخريف ده حق الله الدرت مشجة نزل لنا مطرة في الدرت ورا الخريف بس طوالي وراه عشان نقتنع بك بس في الدرت نزل لنا في الصيف نزل لنا مطرة يا خنجر نزل لنا مطرة وينبس كمان نزل مطر عشان نقتنع بك الله يشك حنكك عرفتها؟ يحيي ويميت شنو؟ بقى زي النمرود والله الذي لا إله غيره قال أنا أحيي وأميت ربنا سبحانه وتعالى قال في فواتح سورة الدخان رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين يعني ما في إله ده ذكر ابن كثير ابن كثير بتعرفه يا الخنجر ده عالم من العلماء يا أخ ما متسلط زيك وإنسان تافه وسفيه أسفه من بعرة حمار أبيه عرفته ده زو السفيه يقول إنه المطرة يقول بينزلوها الشيوخ تخلت للكفار شنو والله طرمبة إنجاك عظيم يدوسك تحت كرع عرفته غير الله يقدر يحيي ويميت شا كده ربنا عز وجل بعد ما ذكر الآيات في سورة البقرة إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الناس الموحدين المؤمنين المتبعين القرآن ديل أشد حبا لله منك يا خنجر ومن المشركين الزيك ليه؟ لأن حبهم خالص لله ربنا قال وضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون السماني بيقول ما تبقى تجاني والتجاني بيقول لك ما تبقى ختمي والختمي بيقول لك ما تبقى قادري التجاني قال أنا الكون عفصه تحت كراعي والختم قال الكون في قبضتي والقادري قال ذراعي من فوق السماوات كلها
ومن تحت بطن الحوت أمددت راحتي. الكون منو فيكم يا كذبة يا دجاجلة يا غشاشين يا مفترين؟ الكون ده عن ربنا. أبو جهل عارف كده. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من بيده. احنا بقينا نغني على هؤلاء الشرادم، نحن بقينا نغنعهم بعقيدة أبو جهل وأبو لهب ما بغلتوا فوقه. ربنا سبحانه وتعالى قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. المشركين حيقولوا شنو؟ فسيقولون لله. عشان كده ربنا قال قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كيف تصرف عن عبادة الله إلى عبادة الرمم والأموات والجيف الذين أنتنت بهم الأرض وتفرقت أجزاؤهم في الأرض؟ قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ في واحد بدأ الخلق وبيقدر يجيبه تاني الخنجر؟ قال أي المغابر الراقدة نسوق الخنجر من أضانه، ما زي البهيمة، لأنه البهيمة بتسبح الله، نعتذر للبهيمة، نوديه القبور نقول لنا أمرق لنا أصحاب القبور ديل عشان نقتنع بك يا كذاب. عرفته؟ ربنا قال قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله. والله المؤمن مما يسمع الله دي قلبه ده لما نرقد تحت ده ما كرام الله يا أخي، ما قلبه ده، قلبه ده ملان إيمان بالله سبحانه وتعالى. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. دي كلها عن ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لسببين، لأن الله اتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السبب الثاني لأن ربنا منعم علينا وأسبغ تليلة. لو عندك جلابية ظريفة وسمحة بتقول لهم سبغوها بالظهر، بتجيب الطشل تملاه ظهر وبتعطن الجلابية في الظهر تمرقة ناصعة. ربنا قال لك وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. عشان كده ربنا قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ربنا أنعم عليه وأكله وداه وحفظه في بطن أمه، ولما مرق قال العلماء في بطن أمه جعل له سبيلا واحدا بالرحم. فلما خرج إلى الدنيا وابن آدم يشفق من الرزق وصرخ عوضه الله سبيلين وهما الثديان، ثم فتح الله عليه أبواب الرزق.
بعد ده كله ربنا سبحانه وتعالى المنعم عليه ما داير يعبده. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى، والله يا أخواننا الزول الضال ما ضال والمجرم ما مجرم، لكن المسلمين ينبغي أن يهتموا بالتوحيد وأن يعتنوا به وأن يتعلموه وأن ينشروه بين الناس وأن يتأملوا في آياته وحديثه. النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا. يا الخنجر لو مت على عقيدتك ولقيت الله بالعقيدة دي، ويا غيره يا غيره لو لقيت ربنا مشرك. يقول الله لأهون أهل النار عذابا لو أن لك الدنيا ومثلها معها بعماراتها وبترمباتها، مش ترمباتها ترمباتها ذاته فهمته، وبفرنساتها وببريطانيا والدول العظمى والصغرى وبذهبها وبكل ما فيها من المتاع مضروبة في ثلاثة، أكنت مفتديا بها من عذاب النار؟ وده من باب التبكيت وده من العذاب. ربنا يقرر بالنعم حتى يتحسر ويزداد غما على غمه فيقول أي والله يا رب. بعد ذاك يا خنجر لو مت على العقيدة دي، ها احنا ما بنقول انت الآن في النار، لكن بنقول لو مت على العقيدة دي ونحن من زمان بنذكر لك الأحاديث، هنا قال فيقول أي والله يا رب، بقى يحلف بالله، بقيت تحلف بالله يا دوب؟ وين يا وين يا وحات أبشام؟ وين يا وحات الدراك؟ وين الشرك بالله؟ وينه؟ فيقول أي والله يا رب. شوف الجرسة دي كيف، وهنا في الدنيا نحن والأولياء ويحيي ويميت وينزل الغيث، وربنا قال عن نفسه وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، اسمها رحمة، وهو الولي الحميد. أسيت لو المطر عندك انت كان بترحمنا؟ ها أبوشن كالح عليه أثر المعصية وسواد الشرك والضلالة، عرفته؟ فيقول أي والله يا رب، فيقول له الله كذبت، قد أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. لقيت الله بالشرك، ما عندك عمل صالح، لقيت ربنا سبحانه وتعالى بالضلالة، شيوخك وأوليائك ما بيغنوا عنك حاجة، حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم، نحن خلينا يا صوفي أمشي أقرأ سورة الأعراف رأيك فيها شنو؟ حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله. سؤال ده ما بيزالوا لك الوهابية، لأن الوهابية ما بيقبضوا الأرواح، نحن ما بنقبض الأرواح، نحن بنتلو الآيات وبنقبض الكذب، الكذب على الله نحن بنقبضه إن شاء الله، عرفته؟ الملائكة بتبكتك وانت في محل أحوج فيه لرحمة الله فتحرم رحمة الله لأنك كذبت على الله ونسبت له ما لا يستحقه وأشركت معه غيره ونددته سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه، عرفته؟ ولذلك أخوانا ربنا سبحانه وتعالى قال لهم في سورة الأنعام، هنا قال له هنا الملائكة بتقول له أينما كنتم تدعون من دون الله، ناديوا لحق بعيد وينه؟ قالوا ضلوا عنا. يا زول انت قبل ما قلت بنزل المطر، ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار
كلما دخلت أمة لعنت أختها. مش هنا في الدنيا بقول لك أهل الله الصالحين الدراك، هنا بتلاعن وهناك بتلاعن، يقول له أبويا الشيخ الله يلعنك في الآخرة هناك. كلما دخلت أمة لعنت أختها، فتبا لهذه الأخوة وتبا لهذا الاجتماع الذي آخره التبرؤ والتلاعن والتباغض والتشاتم، لأنهم لما اجتمعوا على المخلوق تفرقوا في النار، ولو أنهم اجتمعوا على كلام الله وعلى عبادة الله لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. عشان كده ربنا عز وجل قال كلما دخلت أمة لعنت أختها. انت قلت لي الختمية سفينة نوح، ألحق نفسك قبل تروح، إذا كنت في هم وغم فقل يا مرغني آتيك بسرعتي. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها، الأمة الأخيرة أدركت الأولى جميعا، قالت أخراهم لأولاهم، دل جو أخيرين قالوا للأوائل، قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا. هنا في الدنيا قال دل بينزلوا المطر، وفي الآخرة الخنجر كيف؟ قالوا ربنا هؤلاء أضلونا، جدك ذاته بتورطوا إنت تبقى في العزيزة. قالوا ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ضعف ولكن لا تعلمون إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. دي خطورة الشرك، الخايفين على الناس منه ودايرين الناس يمرقوا رقبتهم من الورطة دي. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. لحد ما الناقة تخش بقد الإبرة، أو لحد ما حبل السفينة يمرق بقد الإبرة، حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. عشان كده ربنا قال قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. خير ربك القوي، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. ولا خير الأموات، البرعي وين؟ مات شبع موت، والمكاشف وصائم ديمة والصالحين والطالحين كلهم بيموتوا. أخير تدعو ربك الحي الغني، ده البرعي مات بحصوة، وداك مات ناقص فانوس، وداك مات ما عارف ليك كيف، كلهم فقراء وربك هو الغني. فانت تعبد ربك الغني ولا تعبد المخلوق الفقير؟ ربك سبحانه وتعالى بيسمعك ولا تدعو الطرش؟ تدعو تتصل على الشيخ في التلفون يقول لك ارفع صوتك وشبكتي طاش. نحن ان شاء الله لو نتكلم بحلقومنا بنتم ان شاء الله بعد الصلاة، عرفته؟ وان شاء الله زي ما ربنا سبحانه وتعالى امر ابراهيم ان يؤذن في الناس بالحج، وربنا بلغ الناس ليوم الليلة من غير وسائل ولا ميكروفون ولا كهرباء، ان شاء الله ربنا بلغ الكلام ده الى اخر الدنيا ان شاء الله، عرفته؟ فتقطع الكهرباء ولا تقطع نفسنا ولا تقطع انت ذاتك جاز ولا بنزين، نحن ان شاء الله بنتمك بالايات والاحاديث ان شاء الله. فنحن نصلي ان شاء الله ونجي راجعين.